مرحبا بكم في موجز الرابعة من انفجارات. وفقا لوزارة حماية المناخ النمساوية، فإن حريق محطة الطاقة النووية الأوكرانية في سابوريشيا الأكبر في أوروبا، الذي تسببت فيه النيران الروسية حوالي الساعة 1:41 صباحا، لا يشكل أي خطر على النمسا، وذلك لأنه لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار لأجزاء أساسية من نظام المفاعل، ولا يوجد تسرب للمواد المشعة، وتقع المحطة على بعد 1300 كيلومتر شرق الحدود النمساوية. قال الرئيس النمساوي ألكسندر فاندربيلن أن الرئيس الروسي نجح دون قصد في توحيد موقف الأوروبيين وحلف الناتو والقضاء على الخلافات بينهم، مضيفا أنه لا يستطيع التخيل أن الشعب الروسي يقف إلى جانب هذه الحرب، وأضاف أن الحرب لن تؤدي إلى تدمير الأرواح والبلاد فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى تدمير الثقة بين الغرب وروسيا، وسوف يستغرق الأمر طويلا لاستعادة تلك الثقة، ودعا لوقف إطلاق النار في الحرب وبدء المفاوضات، مشددا على أهمية تنسيق المواقف في الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه لولا الاتحاد الأوروبي لكان هناك فوضى لا مثيل لها. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اتفاق وزراء الداخلية الأوروبيين في اجتماع الأمس في بروكسل على منح حماية مؤقتة في الاتحاد الأوروبي للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، بغالبية موصوفة 15 دولة من أصل 27 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ولم يوضح الوزراء ما إذا كان هذا الإجراء سينطبق على غير الأوكرانيين الفارين من أوكرانيا في ظل معارضة بعض الدول الأعضاء مثل النمسا وبولندا والمجر وسلوفاكيا. وقد أبدى وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كانا ترددا حيال شمول هذا التدبير اللاجئين غير الأوكرانيين، ومن جهتها رفضت لوكسمبورغ ممارسة أي تمييز. سيتم رفع جميع تدابير الحماية من كورونا اعتبارا من السبت 5 مارس باستثناء أقنعة FFP2 الإلزامية في وسائل النقل العام وفي المتاجر الأساسية مثل السوبر ماركت ومكاتب البريد والبنوك والصيدليات، حيث تسقط قاعدة درايجي للدخول، مما يعني أن جميع الأشخاص سيتمكنون من دخول جميع أنواع الإقامة والمطاعم والمقاهي والمؤسسات الثقافية والمراكز الترفيهية دون تقديم شهادة تطعيم أو تعافي أو اختبار كورونا سلبي، كما سيعاد افتتاح الأندية اعتبارا من هذا اليوم، فيما تبقى مدينة فيينا على القيود حتى أبريل المقبل. كان هذا هو موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.